نشوف أنا بغار على لغتي العربية وبهتم ببلدي، فتشت بهذه الأوراق وبحبش طول الليل ونهار، وأنا أقعد ألاقي دينار أردني، العملة المستعملة الشيكل والدولار الأمريكي، العملة الأردنية ما فيش إلها ذكر، بحبش فيها اتفاقية المكونة 92، لم أجد لها طريقة. اللغة التي يجب أن تستعمل هي اللغة الإنجليزية. المحكمين في محكمة لندن للتحكيم، الخبراء اللي بدهم يستعينوا فيها يكتبوا تقاريرهم باللغة الإنجليزية، مع أن النص الدستوري أن اللغة العربية اللغة الرسمية. الاتفاقية وقعت في عهد حكومة 26/9/2016 في ظل حكومة هاني الملقي. نعم. 26/9/2016. طب يعني بما يتعلق باللغة هذا اختراق دستوري يعني. طبعا. هذا مسألة مش بس هيك. بالاعتداء على الدستور الأردني وانت هاك الدستور الأردني. دستور بخلق الدستور إرهابي بموجب الدستور. نعم. بموجب قانون الإرهاب الذي يخرق الدستور، خرق الدستور. استعمل لغتك العربية. بعدين اللغة العربية أخي فارس وانت تعلم معترف بها دوليا. وفي الأمم المتحدة اللغة الرسمية تستعمل فيها. وهي لغة الأردن. لغتنا يعني في فرنسا والآخر. سيدي بيحكي غير لغته في عقوبة. في ألمانيا إذا حكيت معهم. لماذا الاعتداء هذا على الدينار الأردني على العملة الوطنية والاعتداء على اللغة يعني؟ واضح هذا في تجنب.